يا اهلا يا حبيبتي، كيف دايرين؟ بخير، اموركم بخير؟ كنتمنى تكونوا بصحه وسعاده وراحه، وتكون صحتكم بخير، وكل شيء الناس اللي كتبغيو بخير عليهم. فيديو جديد وروتين جديد وحاجات زوينه فيه ان شاء الله، كنتمنى يعجبكم. كما شفتوني كنوض بكري حاليا، كنوض اللهم لك الحمد، كنغسل وجهي، كنتوضى، كنصلي الفجر. مهم، كان عندي هدف من الأهداف، اللهم لك الحمد، درت واحد الكتيب وسجلت فيه كل شيء الأهداف ديالي. بعد ما كنصلي الفجر، تهو هذا هدف من الأهداف. أنا القرآن ديالي كنقرأ في الليل، ولكن هدف من الأهداف أن نبقى يوميا مثلا في كل صلاة نقرأ غير واحد جوج ورقات. المهم ما نخليش داك المصحف ديالنا مهجور يعمر بالغبرة، غير جوج صفحات ولا صفيحة كل صلاة فيها الكفاية. زائد أني أنا كنقرأ تا سورة ياسين وسورة الواقعة. بغيت ان شاء الله نبدا نقرا سوره البقره، يعني نداوم عليها، نبقى نقراها يوميا. مازال ربي ما كتب، ان شاء الله يا ربي يعطينا العوين والقوه ان شاء الله ونبدا نقراها. كما شفتوا البنات، من بعد ما كان كما قلت لكم كنصلي كنقرا قراني، كان هكذا كنغسل وجهي بداك سميتو اللي وريتكم ديال كارني. صافي كنمشي كنفتح داك الشرجم ديال الصاله، كنحل كلشي الشراجم هكذا كشتو، باقي كاع يعني باقي ما طلعش الضو، باقا الظلمه. كنخدم الاذكار ديال الصباح، صافي، وكنفتح الشراجم كنخلي يدخل داك الهواء ديال الصباح، كيدخل نقي البنات، عارفه كتحسوا بواحد الهواء زوين. صافي كنمشي نجيب اللانش بوكس ديال محمود، وكنجيب اللانش بوكس ديال محمد. هنا عندي بالليل مثلا كنت غندير ليه الخضره وسميتو، كنمشي كنحط ليه، كنقطعها ليه في الليل باش تشتي وقت الصباح. المهم تما كاينه كما كتشوفوا، كندير ليه خيار، كندير ليه الجزر، وكندير ليه التفاح. التفاح انا درت ليه الثلج والماء بارد باش ما كيكحلش البنات. هنايا عندي اللوز والكركاع، تا همايا مثلا كندير لي شي خمسة ديال اللوزات، ستة ديال اللوزات، وكندير لي هكذا الكركاع كنقطعهم لي باش كنخاف توحل لي عندكم. هو العنب البنات كنخاف ما تعطيوش وليداتكم اللي قل من يعني عندكم من عام تا 4 سنين، هادوك ما تلعبوش معاهم في هاد الشيء، قطعوهم ليهم احسن. صافي هادشي اللي كاين. المهم غادي تشوفوا معايا اش غندير في اللانش بوكس، حيت ديك المره البنات قالوا لي بقاي تشاركي معانا، ان شاء الله نبقى نشارك معاكم داكشي اللي هو صحي للوليدات. اما داكشي ديال السقاطه البنات ما عندكم ما ديروا به، كيعطيهم التركيز. مثلا نجيبوا الزبيب، راه الزبيب حتى هويا هاد الزبيب منين حتى هو عزيز علي، غير هو انا كنجيبو كنغسلو ضروري لان يكون فيه التراب. بالنسبه للانش بوكس البنات ضروري ضروري، راه الدكاتره ما شاء الله كيقولوها ضروري خاص يكون متوازن، تكون فيه الخضره، تكون فيه نوع ديال الخضره أو جوج الانواع، يكون فيه نوع ديال الفاكهه، مثلا هاد المكسرات وهاد الشيء تهما يعني تعطيهم ليهم، ويكون فيه البروتين. يعني هذا هو لانش بوكس ديال الوليدات. الوليدات في هذا العمر هذا راكم تتاسسوا فيهم، تتاسسوا لهم العظيمه ديالهم، المخ ديالهم. بالنسبه للزبيبه البنات راه زوين، كيدير التركيز ديال الوليدات، كيخليهم هكذا يعني عندهم الذكاء مزيان في القرايه وفي داكشي، راه كنت قلتها لكم ديك المره. فصافي دوك المكسرات وداكشي درتهم ليه في ديك العلبه. من بعد البنات ما بقاش صفت معاه المكسرات، علاش؟ حيتاش ما تياكلهمش. اش وليت كندير ملي تيجي للدار مثلا، ملي كيجي الا كان بقات عنده شي ماكله ولا شي حاجه ما كيكملهاش، كنحطها ليه هكذايا، وكنحط ليه الزبيب والمكسرات وداكشي ياكلهم قدامي. صافي باش نعرفوا راه كلاهم. صافي هادشي اللي كاين، عمرت ليه ديك القرايعه ديال الماء ديالو، كنعمرها ليه غير من روبيني باش ما كنديرش ليه الماء بارد صراحه. صافي هادشي اللي كاين، يعني هادشي اللي كنوجدو ليه الصباح، وغادي نشارك معاكم ان شاء الله شي لاخر.
كما كتشوفوا البنات درت ليه الوافا اللي كنت صاوبت معاكم قبل، ودرت لي واحد الساندويتش صغير وراه صغير هذوك فيه الحلاوه، صافي المكسرات، حطيت لي التفاح. المهم شوفوا ولدي راه ماشي ياكل هادشي كله، راه شويه شويه ولا بقات لي شي حاجه كنجي كنخليه يكملها. غير كنبغي ندير ليه اختيارات، حيت عزيز على الخضره والديسير وداكشي، كنبغي ندير ليه اختيارات باش لما عجباتوش هادي ياكل هادي، اما راه ما تياكلش داكشي كله نهائيا. صافي تمات لينا درت البواطه ديال محمد، حتى هو في الصباح كنعطي لمحمود غير كويس ديال الحليب، محمد كندير ليه مثلا ساندويشه هكذا وشي كاس ديال اتاي وصافي، وكيدي معاه هاد الماكله ديالو، يعني كيقول مع ديك مثلا مع ديك 12 وحده هكذا حتى كيجي للدار تاني عاد كيتغدى، لانكم راكم عارفين صحاب السكر الا مشاو تجاعوا راه شي صافي كتشدهم الرعده مساكن، الله يشافي اي واحد مريض يا ربي. صافي هنا درت ليه واحد العويصر ديالو، صراحه مازال ما بغيتش نصيفط ديك العصير، جربت واحد النهار ولكن تقلق ليا غير خرج من المدرسه قال ماما جبتي لي العصير. المهم ديك اللغه ديالو انا تنقول يشوف الوليدات كيشربوا وبقى فيه الحال ولا شي حاجه، داكشي علاش هنا كنوريكم البنات الزيت بالثومه اللي مصوبها والزعتر، كنعطيه معنا معلقه في الصباح. ان شاء الله بغيت نجيب بسانوج اولا الحبه السوداء، قالوا لي مزيانه الوليدات خصوصا فصل الشتاء كترفع المناعه، وبزاف ديال الحوايج كتخلطوها كطحنوها قال لك وكتخلطوها مع العسل، فانا ان شاء الله غادا نجيبها. المهم خليو لي في التعاليق واش بصح هاد الهضره، واش مجربينها لوليداتكم وداك الشيء، خليو لي في التعاليق عفاكم. دخلت هنا حبيباتي الكوزينه، كل وحده اكيد يعني بعد ما تمشيو الوليدات المدرسه تمشي الراجل ضروري ما تنوضي غير هو البنات، والله العظيم الى الفياق بكري راه في واحد البركه وفي واحد الوقت راه سبحان الله، بحال عندك بداك النهار بحال عندك 48 ساعه. فالحمد لله غير خرج غير كيخرج محمود ومحمد كيديه المدرسه، صافي كنوض انا ديك الساعه، يعني ديك الساعه 7 كتلقيني انا في الكوزينه، كتلقيني كنجمع مثلا هاد المعنات هادو كيبقاو ليا ديال الفطور اللي صوبت بهم محمود اللي صوبت بهم محمد، صافي وداك المعنات اللي عطيت لهم باش يفطروا فيهم صافي كنغسلهم كنحيدهم هكذا باش نقدر يعني باش نقدر هكذا نبدا نهاري نقي ما في حتى شي حاجه. الكوزينه تصبح عندي نقيه صراحه، ما كنخليش فيها المعنات غير الا كانوا عندي شي حوايج مثلا، صافي كنخدم عليهم الماكينه باش يتصبنوا ونشرهم ونحيد دوك اللي تيكونوا قبل منهم، يعني بالليله بحال هكذا كنكون مصبنه بالليل باش ما كيبقاوش يتجمعوا ليا ثاني، لانه عرفتوا البنات راه سبحان الله راه المدرسه والفياق بكري وداكشي، رغم ان عندك الوقت ولكن كتحسي بعض الاحيان عندك الوقت ضيق، يعني عندك بزاف الحاجات ما ديريهم. صراحه البنات هاد المدرسه ديال محمود دارت فيه واحد الخير كبير صراحه، بحال تقولوا ديت كان نظمت حياتي، يعني كثر ما هي كانت منظمه نظمت افكاري، بديت كنحقق الاهداف ديالي اللي انا باغيه نحققها وكاتباها يعني مدة هذه، ومنها اني نتقرب من الله اكثر واكثر. كاين بزاف ديال الحاجات اللي تقربونا من الله، منها كما قلت لكم في الاول ان نقراو يعني القران ديالنا صفحه ولا جوج صفحات
يوميا الا ما كنتوش تقراو القران بالليل. فانا يعني تعودت سنين هذه من قبل ما نحمل بمحمود، صافي تعودت اللي كيعطيكم واحد البركه البنات، يعني واحد البركه راه ما تخيلوهاش. فاغلب الاوقات كنقرا في التليفون بالليل ملي كنجي الناس كنقرا في التليفون، ولكن قلت حاليا غنبقى نقرا في, في في القران في كتاب الله. نبقى كل بعد صلاه هكذا نشد ونعطي وقت لراسي، كل بعد صلاه تعطيو دقيقه ولا جوج دقائق راه ما تياخذ منكم حتى شي حاجه. لانه نقدروا نشدو التليفون نقدروا نشدو ساعه نص ساعه عادي، ولكن كاين بعض الحاجات الدينيه اولا بعض الحاجات اللي تقربنا من الله وتتنفعنا في ديننا في صحتنا في نفسيتنا. سبحان الله، يعني الشيطان كيبعدنا عليها وكيبين لها كيبين لنا انه ديك الحاجه راه لا غدت راه طويله راه كتاخذ الوقت راه ما عندناش الوقت راه ما مسالياش تال من بعد بزاف ديال الحوايج كيهيئ لنا الشيطان في المخ ديالنا. ولكن انا من هنا كنقولها لكم وكنقولها حتى راسي، يا ربي تهدينا ويا ربي تكون بينا ويا ربي تقربنا للطاعه ديالك. وكنتمنى كل وحده منكم عندها هدف في حياتها تجيب واحد الكتاب وتبدا تسجل، لانه حنا المخ ديالنا ما كيفهم الا بهذه الطريقه. المخ ديالنا خاصك تكتبي باش هو يعرف انه انت راه عندك واحد الحاجه خاصك ديريها عاد كيستوعب. انا هكا كان يعني كنتعامل مع المخ ديالي حاليا. فاللهم لك الحمد، يعني تقرب من الله كيعطيك بزاف ديال الحاجات، منها الرزق، منها كيوسع لك رزقك، منها كيخلي النفسية ديالك مرتاحة، منها كيخليك ان عندك واحد الاكتفاء ذاتي، يعني كتحسي بانك ما محتاجاش البشر نهائي اللي كيأذيك نفسيا واللي كيعطيك الطاقة السلبية، لانه انت ما عندكش الوقت اصلا. منها كيبعدك على النميمة، على الحسد، على على على, 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 على بزاف ديال السيئات اللي حنا غينا عليهم. ومنها واللي اهم حاجة انك تشكي همك لله، فالشكوى لغير الله مدلة، فاشكيو همكم لله وطلبوا من الله، لانه هذا الوقت هذا ما بقاش شي واحد اللي تقدروا تشكيو ليه الا من رحم ربي، ولا عندكم شي صاحبة اللي هي صاحبة كما كنقولوا تاع قلبك، اولا عندكم شي اخت اللي هي اخت حنينة فيك. اما الباقي كاين اللي كيدير راسو راه كيسمع ليك، ولكن هو كيبغي غير تشفى فيك، اولا كيتسنى امتى غير طيحي، اولا كيقولها غزه فيها الله. فاي حاجه شكيوها لله وعودوا الله ورميو حمولكم على الله وتوكلوا على الله، وراه ربي عمره ما كيخلي شي واحد. شوفوا اللي قلبه زوين واللي نيته زوينه واللي كيبغي خير الناس واللي ما كيأذيش الناس نفسيا وكيأذيش الناس بفمه وما كيأذيش الناس من ورا ظهره كياكل في لحمه، والله صدقوني قسما بالله عمر ربي ما غيخليكم. واللي مرضي الوالدين راه عمر ربي ما غيخليه، راه شوفي راه تيتسدو كل شيء الابواب وتقولي صافي وقفت صافي طحت. وهذا عن تجربه وانا قدامكم، نتوما راكم كتعرفوا شي حاجات اللي نتوما كتشوفوها، وكاين 80% اللي نتوما ما تعرفوهاش وانا ما كنقولهاش وعمري ما غنقولها، حيتاش انا واحد الانسانه متربيه وما تنبغيش نأذي الواحد نفسيا. فصدقوني شوفوا غير 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 كل مره ديروا الاهداف ديالكم، وهذا اول هدف ديروه. فاللهم لك الحمد، كما قلت لكم ربي عمره ما غيطيحكم الا كنتو نتوما من هاد الناس اللي مزيانين، ربي عمره ما غيخليكم، حتى كيتسد باب وكيتحل لكم ابواب وكيصيفط لكم الناس مزيانين، وواحد الناس اللي عمركم ما تخيلتوا انكم تصاحبوهم ولا انكم تعرفوهم. كما كيحيد لك الناس الخايبين والناس السيئين والناس اللي كيأذيوك نفسيا، كيحيد هادوك وكيجيب لك ناس اللي بحالك اللي شبهك اللي ناس اللي كما كنقولوا اللي حنا فيها ما فيهاش البغض ما فيهاش الخبث، الناس اللي كتنصحك كتقول لك ديري هادي فلانه، لا صلي صلاتك، لا قرا قرانك، لا ما ديريش هادي، لا حافظي على فلوسك، لا ديها في صحتك، لا سيري للطبيب. هاد الناس قلال جدا جدا، ولكن مع الوقت ومع القلب الزوين ومع نيتكم الزوينه ربي غادي يصيفطهم ليكم. شوفوا اي حاجه كتجي في الوقت ديالها،
انا عندي هذا المبدأ انه ربي ما كيحيد علينا الحاجه الا وفيها خير. عمركم ما تظنوا السوء بالله، لانه اي حاجه فيها الشر ديالكم راه كيحيدها لكم الله، والحاجه اللي كيأخر عليكم راه اكيد ربي داكشي اللي طلبتوه عليه راه يمكن غادي يعطيكم شي حاجه اكثر من داكشي واحسن من داكشي. فاللهم لك الحمد. الله يرحم ربنا، هادشي اللي غنقولوا، الله يرحمهم والله يغفر ليهم. وحنا الله يعيننا على تربيه وليداتنا، لانه سبحان الله الولاد والله ما ساهلين، البنات ما ساهلينش نهائيا. بس تعلمي ولدك غير يقول شكرا راه كي كديري واحد المجهود كبير، وكتفرحي ملي كتلقاي داك الوليد كيقول لك شكرا، كيقول لك هادي فالله يحفظ لكم وليداتكم يا ربي، والله يرحم الوالدين ديالنا، واللي امها مازال عايشه الله يحفظها ليها والله يخليها ليها. فطايات البنات ما نقولش لكم كيفاش ولات حالتهم صراحه، لانه محمود ما شاء الله عليه هاد الوان شويه فاتحين. ومحمود واخا هكذاك راه دا مع البال وكيعرف كيمشي كيغسل ايدو، يعني ماشي كيمسح في ياكل كيمسح في الفراش، غير واحد كنبركو عليه طيح ليه نقطه ديال الماكله من هنا نقطه من هنا، فهذاك الشيء علاش توسخوا. ومره مره هكذا مره في الشهر كندير لهم واحد الفركه هكذا مزيانه، كنديرها بالماء سخون وكندير جافيل ديال الالوان وشنو اخر كلور ديال الالوان، كان عندكم البيكربونات كديروهم حتى همايا، كديروا حتى شي معطر. انا درت انا عندي واحد سانيكرو زوين شريته مؤخرا، راه كنت وريته لكم، درت حتى هو منو شويه، ودرت صابون ديال يعني درت صابون ديال الاواني ولا هكذا، ودرت شي شويه الخل المهم راه كيخرجوا شي هكذا وشي فوطات كل هي شويه حرشه، فراه تيخرجوا يعني كينقيو مزيان داك الفوطايه صافي. حيت منهم داك الشيء كل دوك البقع اللي كانوا كلهم حيدتهم، ومهم ارتاحي عرفتوا واش كتنقيوهم. الصراحه ما نكذبش عليكم البنات، عرفتوا كنمسح فيهم هكذا وكنقر والله، يعني كنقول الله يعز الصالون المغربي، مالو الصالون المغربي يعني مالو مالو مسكين والله. شو البنات كان هنا صراحه انا رخيص في مصر باش تصاوبيه، ما غاديش يعني ما غاديش نتعطل عليه صراحه، لانه الصالون المغربي نهار اللي كيتوسخ اولا نهار اللي كترشق لك غير بغيتي تصبني وتنقي كتحيدي ليه داك الطلامط ديالو، كتلوحيهم في الماكينه كتصبنيهم كديري وحدين اخرين صافي، مريضنا ما عنده باس. داك العود كتديري هكذا بالشطابه تخرجي الشمس يتشمش مسكين صافي ورجعي داك الشيء وبخير. اما هاد الفطايات راه مشكله، غير انه يعني يقدروا ينزلوا لك بحال هادو عندنا مثلا بداو كينزلوا شي شويه، لانه حنا ما واخدينهمش يعني داك الجوده، انا راه خديناهم غير يعني بين وبين على قد فلوسك ولكن حنا قلنا زعما ناخذوهم من بعد ان شاء الله نزيدوا لهم البونج ماشي مشكل، المهم هو الاساس، هما راه الاساس ديالهم الخشب ديالهم من تحت مزيان. وان شاء الله كاين الكافرات، حنا راه كيتباع عندنا دوك الكافرات او يعني الغطاء، الغطاء اللي كنغطيو به الركنه كنغطيو به مثلا دوك البونجات عندنا الغطاء كيتباع، غير هو انا بغيت واحد النوع اللي هو زوين كيكون فرو كتغطيو به الركنه كيكون بحال الفرو يعني بحال شنو كنسميو المهم فرو هذاك اللي بحال الشعار بحال الطانه ديال الحولي بحال هكذاك، فكتغطيه به زوين وتديروا ليه كيجي زوين في يعني في التفريشه ديالو كيجي راقي هكذايا. فان شاء الله هذا الشيء خصني نمشي للاسكندريه ضروري، يعني هذا الشيء تلقاوه غير في الاسكندريه.
المهم صافي هنا يعني حكيته مزيان، حكيت حتى الجناب ديالو الفوق والتحت يعني فركته فركته فركه ديال الصح، وحليت الشراجم عليه وخليته هكذا كيتبرد مع راسو. المهم هنايا راه كما شفتوا يلا 8:30، انا الحمد لله جمعت الكوزينه وجمعت البيوتة وحكيت الصالون ديالي. المهم حتى كنسالي الروينه ديالي كلها عاد باش الناس كان تنبرك كنفطر، يعني قبل مني كنفيق انا كنشرب غير الماء، كنشرب الدواء ديالي ديال الطونسيو. كان كندير ليا واحد الكاس ديال داك اليانسون او لا المهم اليانسون شنو كنسمح حبه حلاوه حيت انا كتالف ليا بيناتهم. المهم كندير كاس ديال اليانسون، كاس مخلط فيه اليانسون فيه الشمر وفيه الكمون، هادو كلهم حبوب كنخليه واحد ربع ساعه من بعد كنشربو حتى كنسالي عاد باش كنفطر، يعني حتى كنقرب نمشي نجيب محمود عاد كنفطر. بالنسبه للبنات سولاني ديك المره علاش كيلق الكمون علاش كيلق هذا الشيء، المهم كمون الشمر اليانسون كيلق الالتهابات ديال الامعاء، كيلتق كيلق مثلا اللي عنده الغازات في البطن اللي عنده انتفاخ في البطن، المهم هذا الشيء ديال الامعاء هادو كيلق ليه زوين، عرفتوا راه زوين وكتحسوا بواحد الراحه ملي كتشربوه. غير هو ما كتغليوش، غير كديروا هذا الشيء في الكاس كتغطيو الكاس وكتخليه واحد ربع ساعه من بعد كتشربوه. سمعوني هنا كنسمع الراديو، عرفتي البنات واحد الراديو طاحت عليه في التلفزيون، يعني فاش كتحول من التلفازه من التلفازه لراديو. المهم اول حاجه واش كندير الصباح كنخدم اذكار الصباح كما قلت لكم، وكندير سوره البقره. صافي ملي كتسالي يعني انا ديك 8 ديك 8 بحال هكا 8 ونص كتكون سالات عندي، يعني ساليت ساليت المهام ديالي الدينيه. فكندير واحد الراديو سميتو اغاني في التلفازه، هو راديو اشوف فيه اش كيديروا فيه فيروز، فيه الاغاني القديمه ديك القديمه المصريه ولكن ديك الزوينه ما نكتبش عليكم. واقيلا الواحد كبير ولا شريف ولا ما عرفتش واش غير انا ولا نتوما، يكتبوا لي في التعليق وقولوا لي ما بقيتش كنحمل شي حاجه سميتها ديك الاغاني السريعه ولا ديك داكشي ديال دابا ولا كيدير ولا كيدرني في راسي، يعني من راه بشحال هادي ما نكتبش عليكم، يعني سنين هادي شي 4 سنين ولا يعني بصافي شحال هادي ما بقيتش كاع كنسمع داكشي. دابا كيعجبني غير بحال هكا فيروز شي حاجه هاد او عبد الحليم ولا نجاة ولا ورده غير داكشي. وهذا الراديو هذا لقيتو عرفتوا كتحسوا براسكم رجعتوا 20 عام، والله العظيم رجعتوا 20 عام اللور بحال رجعتي عندك 15 عام 16 عام صغيره ما عندك هم هز هم ما عندك مسؤوليه ما عندك حتى شي حاجه. سبحان الله العمر كيجري كل شيء كيجري كل شيء كيجري، اللهم لك الحمد. الواحد دائما يحمد ربي ويشكرو على اي حاجه عنده، يحمد ربي على النهار اللي هو فيه ويحمد ربي على النهار اللي كيفيق فيه هو بخير، ما ضره حتى حاجه، ما عنده شي حاجه وكينعس بخير، ما كيشرب دواء ما كيدير اكسجين ما حتى شي حاجه، اللهم لك الحمد. هنايا صافي من بعد ما درت واحد الشفيفه ساليت داكشي جيت هنا خشي كندير فطوري فطوري انا ما عنديش فيه اختيارات نهائيا، يا اما كندير بيضه هكذا مع داك الجبن، داك الجبن صراحه ما تيضرنيش مع كيضرنيش ما عرفتش كيفاش الله اعلم، ولكن راه طبيعي. هاد البريريت ديالي كانت عاطيه ليا امي الله يرحمها عزيز عليا، كندير فيه اتاي دابا وليت كنقدر نشرب اتاي بالسوس صافي تعودت. وكندير هادوك الساندويشات ديالي غير صغيورين هادوك اللي سميتو كندير فيهم هكذا. بعد خطرات هاد الجبن هذا بعد خطرات ما كنديروش، يعني قليل مره ولا جوج مرات في السيمانه كندير غير زيت العود وبيضه وهكذا، اولا كندير مثلا شويه ديال العسل. صافي هادو هما الاختيارات اللي عندي ديال الفطور، ما عنديش حاجه اخرى. راكم عارفين الناس اللي عندها الامعاء والتهابات ما كايناش شي حاجه اخرى.
بعد ما كنفطر كنبرك هكذا كنرد على تعاليق ديالكم، اولا كندير لكم غير قليب هكذا الا كنت يعني مشغوله. صافي، وكندخل كنشوف الكوموندات ديال البنات، ديال الكرادار، ديال الفولارات، ديال داكشي، وكنقيد هكذايا. كناخذ كوموندات ديال البنات وكنحاول نتواصل مع المصنع باش حتى هو كنطلب منه الكوموند ديال البنات اللي طالبينها مني. شكرا لاي وحده كتواصل معايا وكتطلب مني وكترجع تطلب مني ثاني. شكرا للتقاء ديالكم، الله يكبر بكم. المهم هنا مشيت كنشر الحوايج، واحد البلاستيكه تما كنتوريتها لكم، هذيك بغيت نخرجها نديها نعطيها لواحد السيده مسكينه كنت لقيت معاها. المهم في هذاك الشيء ديال محمود، وان شاء الله اليوم ان شاء الله نديها لانه ثقيله، فغنضطر اني نقسمها على جوج ديال المرات. صافي هنايا، المهم جيت هنايا كنصب نشرت الحوايج الاولين، جيت هنا درت الحوايج البيضين وصافي. المهم الحمد لله هنا الكوزينه كما كتشوفوا صافي مجموعه، كلشي مجموع، كلشي مقاد، كلشي رجعته لبلاصتو جففت. المهم المهم شوفوا هو النقاء، ماشي المهم اشنو عندك ولا الاثاث اللي عندك ولا الديكورات اللي عندك، والله المهم هو النقاء والحاجه تكون منظمه، كل حاجه تكون شاده بلاصتها. هنايا وصل الوقت ديال باش تخرج نمشي نجيب محمود من المدرسه. المهم مشيت كنلبس اختي اليونيفورم ديالي، لبس البدريه ديالي، كندير زيفي. واخا تشوفوها حتى البنات هاد الايام مع انا واحد النوع تاع هي كتشد فيا الشمس، راه ما يمكنش، راه الشمس كتشد فيا كنولي بحال شي الفاخره، يعني نزيد واحد 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 السيمانه اخرى ما بشره ما غتبقاش تبان لكم. فكنحاول هاد المره يعني صافي جبت كاسكيطه باش غنبقى نديرها نجيبو، يعني لانه مازال عندنا الشمس مازال عبتو، لانه انا فاش كنخرج وقت الظهر، وقت الظهر كاينه واحد الشمس اللي راه واخا تكوني بلقى كتكحلك. فالحمد لله. المهم كنخرج كنتمشى كنشم الهواء كان هكذا كنسرح رجلاتي، اللهم لك الحمد. وبالنسبه للناس اللي عندهم التهاب القولون راه خاص راه خصهم المشي او الرياضه، هادو هذه تقولي تقريبا 50% من العلاج ديال الناس اللي عندهم التهابات القولون وعندهم الامراض ديال القولون. فاللهم لك الحمد، الحمد لله. الواحد غير يعني الاكل ديالو وديها في صحته النفسيه. شوفوا النفسيه عنده 90% الصحه النفسيه 90% باش تبراي. فالمهم صافي هنايا غادي نمشي نخرج نجيب محمود ان شاء الله. نقول لكم نشوفكم فيديو اخر. شكرا للتعليق ديالكم، شكرا للحب ديالكم. ما تنساوش تخلي لي اختي لايك وتخلي لي قليبات في التعليق. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.